FM. الكلمة ليك. ضيفنا في الكابوتينو اليوم السيد العقيد حاتم هلال نقابي وديواني. مرحبا بك. اهلا وسهلا. مرحبا بك في الكابوتينو. نحكيه على سلك الديوانه ونحكيه على ليامات على زياره تفقديه الفجائيه لرئيس الحكومه لميناء رادس واللي خلفه من تداعيات واللي خلفه من تصريحات متتاليه ومتواتره. ساعه قبل كل شيء حكينا قبيله على قطاع القضاء واتهام الاعلام او اطراف بالشيطنه شيطنه القطاع هذايا. كي نحكيه على 1 2 3 4 ولا مجموعه من الفاسدين اللي يضروا بالقطاع هذايا ويضروا السمعه نتاعو. انتوما اليوم الديوانيين النقابيين معناتها كي يتم انتقادكم ولا نقولوا معناتها انه فما في القطاع نتاعكم فاسدين ولازم يتطهر القطاع نتاعكم، هل تعتبروه شيطنه هذا القطاع نتاعكم والا تاخذوه بمحمل الجد وتحاولوا انكم تنظفوا معناتها وتطهروا القطاع؟ الديوانه والديوانيين كانوا اثر الثوره مباشره، تحركوا في حراك كبير ياسر لو نجبوا الارشيف وتو نشوفوا الحراك كان ضد الفساد. حتى النقابة نفسها حينما ندينا بالنقابة في أصل الأشياء لمقاومة الفساد. يعني احنا هدفنا هو مقاومة الفساد، ولكن أن يكون تحت عناوين واضحة، يعني أسامي واضحة، يعني مش إشكارة وفي البحر الناس كل، لا راهي مش إشكارة في البحر، لا راهو فما أسامي معينة لابد من تحديدها، وتحديدها راهو مش يجي من عندي أنا أو من عند الصحافة، يجي من عند بحث معقول وقضاء ناجس. هكذا نحدد أسماء على الفساد، مش نعوم الفساد. هذه تعويم الفساد يضر بالأسلاك هذه، وأنا نقول يمكن يعطي حاجة مضادة. يعني إلى إحنا هدف نبيل نعطي فيه هدف غير نبيل، يعني نمشي لمقاومة الفساد وفي الأصل الأشياء احنا نكرس الفساد، واحنا يمكن أيضا ان يعني هالسلك هذا نقوم بإسقاط معنوياته لفائدة من؟ اليوم كيفاش تشوف حملة يوسف الشاهد تدعوم الفساد وإلا عنده أسماء وملفات تحته ينجم عندها يقاضي بهم الناس؟ والله احنا كنا مساندين وفرحانين ياسر كجميع التوانسة تقريبا في فهمت لله في هالحملة اللي قام بها والتوجه، وشفنا وحسينا بأنه فما أمل جديد تزرع عند التوانسة، في أمل في النظام ككل أنه التوجه الصحيح اللي كان يزم يتوجهه من الأول وهو مقاومة الفساد. لكن في الزيارة الأخيرة احنا ما شفناش هذا، شفنا يعني نوع رجعنا الى زين العابدين بن علي فك زيارات اللي قام بها الاولى للديوانه كان تذكره وتذكر الناس، هي نوع من الشو، نوع من ابراز العضلات، نوع من تقديم النفس، ولكن بدون برنامج، بدون مشروع، بدون رؤيه اصلاحيه. احنا شفنا حركه داخل البرط ولكن لم نرى فيها اهداف واضحه جاي من اجلها الرجل. انا نقول له سي يوسف، الديوانه كانت قبل سي يوسف الشاهد وكانت قبل زين العابدين، وانت زين العابدين وتبقى بعد يوسف الشاهد لتؤدي الادوار المنوطه بعهدتها. صحيح الممارسات، صحيح أنه الناس الآن اللي موجودة في السلطة لا تعرف الديوان، يمكن لا تعرف حتى مهام الديوان، ما تعرفش خطورة هذا السلك. زين العابدين في نظامه القديم 87 سد الحكم، 84 بدل الديوانة هيكلها هيكلة أخرى لتحقيق أهدافه وتحقيق أهداف نظامه. اليوم نشوفه حكومة ونشوفوا حكومات متعاقبة لكن ما عندهاش رؤية ومشروع للديوانة، مش فاهمة. أنا نعتقد أنها تشوف الديوانة كأنك الشخص اللي وجلها في الساك وقت تجي خارج، مش فاهمة أن الديوانة هي الاستثمار، مش فاهمة أن الديوانة هي الاقتصاد، مش فاهمة أنها هي المالية، أنها هي مقاومة الفساد. مقاومة الفساد عبر التهريب خارج المعابر ومقاومة الغش عبر المعابر. فبالتالي ممكن سامحني يا سيد العقيد مش فاهمين على خاطر فما أسوار طويلة، فما صناديق مسكرة، وفما بوات نوار مش فاهمينها، ممكن هذا خاطر ما فهموش شنو قاعد يصير داخل المنظومة هذه بتاع الفساد الموجودة
داخل القطاع، وهذا من دوركم انتوما باش تفهموا الحكومه كديوانيين ونقابيين على الخطورة الشيء الموجود داخل القطاع وتصفية القطاع من الجو هذايا اللي فيه نوعا ما فساد واضح. توفيق العيش، نحب نعرف ليه سيد العقيد شنو ما أخذكم على زيارة السيد يوسف الشاهد تحديدا لما رئيس حكومة يزور بورترادس أو غيره من مرافق الديوانة ويلقى بضائع معناها بألاف الأطنان متكمة في المخازن وفي الحاويات وتحوم حولها ألاف الأسئلة من قبيل المصدر ومن قبيل التراخيص اللي خذيتها ونوعية التراخيص اللي خذيتها والأثمان اللي جات بها وصرحت معناها التصريح بغير الثمن الحقيقي، ويقتل وقت اللي يجي يراجع في السجل ويلقى ثم حاويات ما يسمى بالحاويات المنطورة وتخرج الحاويات وتمشي المخازن، ووقت اللي يثبت أكثر من محضر أنه عدد من أعوان وإطارات الديوانة متورطين في شبهات وتحوم حولهم شبهات فساد متاع تلقي رشاوة ومتاع مساعدة الناس اللي توا مجدودين كرؤوس كبرى واعترفوا في التحقيقات أنه معهم أعوان وموظفين من الديوانة، فهل هذا تعتبروه أنتم كنقابات معناها مجرد شو؟ هل تعتبروه أنه الإبعاد متاع 21 عون وإحالة 35 منهم على مجلس الشرف في انتظار التحقيقات تعتبروه مظلمة في حق هؤلاء؟ معناها نحبوا نفهموا بالضبط، لأنه الكلام اللي يتقال والكلام اللي يشاع والتحقيقات واللي أثبتت التحقيقات غير اللي تحكي فيه سيد العقيد. أنا والله كنت النجم يكون جي فرحان اليوم لو أني عندي لستات واقعية جابتها لي الحكومة أو جابها القضاء وقال لي هذا رام من الديوانة فاسدين واضح واضحين هو بعد واحدة توكي وعد توا حسب رأيك وزارة المالية سيد العقيد سؤال واضح بعد وزارة المالية 21 مع عون يتم إبعاده قريتهم الأسماء تعرفهم لا مش بالضرورة نعرفهم أنا علاش نعرفهم يعني أنا يعني نعرفهم أنا يعرفهم الديوانة مش تحل فيهم بعد مش تحل فيهم بحث قضائي ولا لا مشوا حالوا على في انتظار استكمال التحقيقات ولا أنا كي نجي نقول لك راه جيت من الديوانة وهي وقاعة معناها البارح خرج 17/1 أنا أقول لك ما كناش فرحانين في الواقع، إحنا كنا السي بي في كنا فهمت الله في حيرة في الواقع، كنا نعتقد باش نلقوا الأسامي اللي نلقوا أسامي أقل يعني أسامي باهتة ماهيش معناتها مش هذه كلمة ورطة في الفساد. أنا أقول قدام هاني جيت هنا باش نقول عندك أسامي راي لا أنا مش تنقول من الأسماء، أنا مش دوري، أنا مش نعطيك تقييم لما أحسه الديوانية. إحنا كنا نعتقد أنه باش نجي اليوم باش نقول ولا سيلازر انا في كلك شوز لا كان باهي تنجل كان باهت سيد العقيد. انا البارح حكيت قلت راهي الدولة العميقة لن تسمح بمحاربة الفساد، والدولة العميقة موجودة في البؤر التي تصنع الفساد، موجودة في الإدارة، موجودة في القضاء، موجودة في الأمن، موجودة في الديوانة، موجودة في أصحاب المصالح، وهذه الدولة العميقة داخل الدولة عندها من أسباب القوة ومن المناعة ما يكفي. طيب نجيو الكلنا ما نحبوش نتحملوا مسؤولية ونقولوا فما أنا كالناس اللي كتبوا نقول فما فساد والديوانة تقول لي فما فساد أما لو ما فماش فاسدين. هذه الاستثناء التونسي والمفارقة التونسية، عنا فساد أما لو ما عناش فاسدين يفضلك اللي يتمس لا مش هذاك مثلك لا خطيه هذاك مش هذاك أنا هاوش حلقة الأضعف سمح توافقوا على حاجة توما اللي عنده شهرية أنا أعطيك مثلا اللي دخل عام 90 معدل شهريته الزملين معدل شهريته أنا أعتبرهم فماش فماش مليون ونص معدل قديش معدل شوي معدل شهريته مليون ونص افتراضية هي العملية افتراضية معدل شهريته مليون ونص مرته تخدم أستاذ تعليم ثانوي ولا فرملية ولا معلمة ولا كذا الشهرية هذه ما نمسوهاش وشهرية المرأة ما نمسوهاش ونشوف وش عنده علاش ليه؟ سن ونشغلوا آلية السجن والمصادرة نورمالمون معنى شعبي مانيش معه بمعنى شعبي السيد هذا يعتبر عدو الشعب تصادر أملاكه ويمشي للسجن واحد اثنين إذا كان ما يتداول أنا موجود خارج الحكاية ونعرف ثم أسماء نعرفها يقولوا هذه راهي قروش إذا كان أنت اليوم عندك مهربين ثرواتهم في كونت واحد يشدوا له 150 مليار 15 سنة التالي ما كانش عنده حتى دور وكلها تعديت له من البورد مش من ذهب خذها كلها من البورد اللي 70% من قوتنا ومن تجارتنا ومن كذا متعدي عليه هذايا شكون يحط له في الكاشي وشكون يعطيه في الإمضاء
ما هنا باش تجي شبكة الهرم يكمل بهذه الطريقة. والحيتان الكبيرة في الفساد اللي عملت 54% اقتصاد موازي عندها ما معناها نظيرها في مختلف الإدارات من الحيتان الكبير اللي هو تبقى عنده. خويا حبيبي انت شهريتك 1.5 مليون، كيفاش عندك دار في المرازقة ولا في الحمامات؟ انت كيفاش ساكن دارك كان قيموها نلقاها يعني 3 مليار؟ استنى 3 مليار ولا 2 مليار؟ انا نعرف كان لي سوزو يكتبوا عليها هذا من فضل ربي مش الموظف. طبعا هذا باش يبدا بالإرادة السياسية. وانا والله سامحني لو المنطق النقابي نعرفه ونحب النقابات معناها في كل الاجسام واتحاد الشغل اما كي تقال زياره رئيس الحكومه راهي شو هذا موقف وكي يقع عمليه معناها دفع في اتجاه التذكير بن علي هذا موقف. الاراده السياسيه يا سيدي يوسف الشاهد ما نجم يعمل شيء، اما توفرت عنده اراده سياسيه لكانت عند حبيب الصيد قولوها علنا، ولكانت عند فهمتي مهدي جمعه الى حد ما، ولا كانت عند حمادي جبالي ولا عند علي العريض ولا حتى عند الباجي قايد السبسي. وجاء الرجل هذا حط بين يدين الأجهزة والشعب والنخب والأحزاب السياسية قال هيا نحاربوا الفساد. يا سيدي ما يحصلش على أجرين، عنده أجر واحد ديجا حصل. هنكمل سؤال في إطار تحليل. عنيش وقت خاطر فهمتني. ونقوم كلنا نقول والله بادرة طيبة ونرجع لاقتصاد الوفرة والاقتصاد المنظم وسيادة القانون ونتعاونوا فيه. هذا راك غالب، هاو عندي انا صحيح باش نمدهولك. ما الديوانه ما تعرفها كان ديوانه النقابات تقول هذا فاسد وهذا استثرى وهذا كان يخدم مع فلان، هاو عماد طرابلسي خرج قال راهو عماد طرابلسي كان ترجعوا الكلام وثروه. طبعا ثروه لو استعملناها، لكن احنا هل فسرنا كلام احنا نفهموا شنو قال عماد طرابلسي؟ عماد طرابلسي قال اعتمدت الانظمه الاقتصاديه القانونيه في تمويل التهريب. لا قال انا استعملت لونتروبوفرون، نظام لونتروبوفرون، واستعملته للتهريب. استعملت نظام الامتيازات الجبائيه وموفرت به للتهريب. انا استعملت نظام وضع الاستهلاك ووفرته للتهريب. لا هو استعملت تراخيص الوضع. كم ناس كانوا ياخذوا 30 مليون زوز ملايين، كي نمشي انا نعطيهم 30 مليون. حينما نحدد الانظمه لا ونتفاهم معاهم يخليوا البنان نتاع الناس اللي مش مدعومه يخمر، والبنان نتاعي انا يخرج في نهارين. وقال وقت نجيب الفلوس. راهو هذا تحديد، راهو تحديد الانظمه يجعلنا نحدد الاشخاص. راهو كي نحدد نظام، نقول نظام المستودعات الحره، نحدد الاشخاص الذين يتعاملون في النظام المنظومه هذيك نعرفوه. وإذا نقول منظومة الاستهلاك نحدد فهمت الأشخاص اللي يتعاملوا معه. وإذا نقول منظومة هذه يعني الامتيازات الجبائية أنه يجيب مفرك على أساس مش يركب، وإنما هو يجيب معناها كامل الحاجة كاملة ثم يوضعها في السوق، ولا نحدد من تعاون معه. يعني هذه يعني ما يقوله هو واضح، فهو يحدد اللي فلاش بسكنر قديش ياخذ على الضرب 3 ملايين. استنى اللي يعمل الفوي يدخل يحل الكراد ويعمل راهو محدد قديش ياخذ الفوي. لا سامحني لا لا راهو سكانير من ضربة بسكانير معروف شكون العنصر الفاسد راهو استعمل يعني معروف. انت تحب تحدو انت تحب تحدو هذه اليات التحديد. سيد العقيد انا اعطيتك اليات التحديد. من سيد العقيد تو انت بتسكر على ناس في ما هكا مش قضيتي انا راهو انا مش بندوري انا ادافع على السلك راني فاهم انا ادافع على السلك انك انت تجي تحط سلك كامل في شكارة انا نقول لك راهو فما فساد اما حدد الاسماء. سيد العقيد اسمعني حتى فهمت انتم كنقابه تدافعوا على القطاع هذا مشروع لكم أنا. لكن مشروع لكم اذا كان انتم توريوا شكون قاعدين يفاز. لا مش من دورنا عايش مش من دور النقابه انه يجي يحدد من الفاسد. لا احنا نطلب بالاصلاحات اللازمه واصلاحات اللازمه وتجفيف معناه مع الفساد. احنا نعرف وين والمعنويه للديوان للديواني مش اني نحدد من هو الفاسد. من هو الفاسد فما اليات اخرى فما فهمت اجهزه رقابه واجهزه رقابه عندها الامكانيات وعندها الاعترافات وعندها الاسماء وعندها كل شيء. المشكله وكانه نحن صدفه طلع عماد فقال انت معروف هو فهمت ايش قال من اول نهار ايش قال ومعروف من قال وذكر من ذكر وعندهم كل شيء.
سيد العقيد. العملية علاش احنا تو رانا في نوع من لا معقول ان فهمت الله ماناش كل شيء واضح كل شيء موثق كل شيء موجود ولكن العمليات اللي توقع الان هي عمليات وهمية. سيد خلينا نتفاعلوا جملة برك خلينا نتفاعلوا جملة لاحظت شي حاجة انه عماد ترابلسي قد ما مشى وجاء على التحقيق ما خرج منه حتى شيء كان كي ديو مرسي جات هيئة الحقيقة والكرامة خرجت منه الكلام هذاك اللي هو ثروة للشعب التونسي وعرفنا من خلال عماد كيفاش كانوا عاملين فينا أول مرة نعرف واش عملوا فينا كي خرج عماد. عماد تعدى شوية على قضايا التحقيق في القضاء شبيه ما خرج حتى شيء من عنده. قول لي قول لي والله أنا نحير والله نحير. راهو عماد ركن من أركان نظام بن علي وقت يتكلم هو في الواقع أعطانا خريطة واضحة وضيحة المعالم للتعامل في الديوانة وفي سوق التهريب. كيفاش احنا ما نوظفوهاش وكيفاش الان الاجهزة ما عندهاش الاليات هذية باش توصل لتحديد مواقع الفساد والاصلاحات اللازمة. هذا شيء حيرة. هذاك علاش انا راني ننقد سيد يوسف الشاهد برغم اني كنا معاه 100% في مقاومة الفساد لكن ننقده لانه ما طرحش البدائل وما طرحش الاصلاحات اللازمه. نعرف اللي سيد يوسف شاهدي عنده ملف في الديوانه وعنده اصلاحات اللي قامت بها خبراء من الامم المتحده من المنظمه العالميه للديوانه وعنده في تحت يديه اعاده الهيكله نتاع الديوانه وعنده تحت يديه الاصلاحات اللي لابد من القيام فيها لتخرج الديوانه هذا من الوضع التي كانت عليه الى وضع افضل. وهذه فهمت اللي راهو مش احنا نعملوها كخبراء راهي موجوده في العالم راهي مدروسه كيف ننقل اداره من اداره وقع فيه فساد الى اداره الى اداره. تصريح مهم سيد العقيد قلت راهو وزاره الماليه ما تعرفش شنو قاعد يصير في الديوانه ما تعرفش الديوانه اصلا معناتها هذا وماذا مشكل زاد كيف مصيبة العيش مصيبة. احنا نتعامل مع وزاره ما تعرفناش. تو سيد العقيد انت دور ترجع تقول انا مهمتي ان ندافع على الحقوق الماديه للنظراء نتاع والمعنويه نتاع النظراء نتاع التعريف هذا للنقابه لا هو هذا من حقك ولكن احنا تو في التشخيص من بدينا نتكلموا كون نقولوا لك هاو موطن الفساد هاو في التخزين الناس اش تعمل هاو في السكانير الناس اش تعمل هاو في اسناد الرخص واعطاء الرخص الناس اش تعمل. تقول اي فما فساد في الرقعة هذيك فهمني ولكن ما تمش تحديد الاسماء فهمني وكأنه اليوم معناها انت في تحت مظلة انه يلزمنا نحدوا الاسماء ونسميوا الناس معناها باسمائهم كأن اذا كان ما سميناش معناها راه ما فماش فساد وما فماش فاسدين. باهي هاو مش نعطيك مثال انتم النقابات هاو مش نعطيك مثال بسيط مخزن الفوشيك في صفاقس اللي تشد عام 2015 تشدوا فيه رجال أعمال منهم اللي تسيب وطور رجع تشد ومنهم موظفين في الديوانة. الموظفين هذوما تجبدوا في التحقيقات وقع الاستماع لهم وقع جزء منه وقف. قمتوا أنتم النقابات قلتوا لا واحتجيتوا وعملتوا احتجاج وقلتوا هذوما الحلقة الأضعف وكيفش تتبعوا زملائنا وكيفش يراقبوا زملائنا. يعني سامحني اللي يشوف هكا يقول النقابات عندها دور باش تغطي على ناس فاسدين صحيح من الحلقه الضعيفه من الحلقه الكبيره من الكبار من الصغار هذيك مساله اخرى. اما انتم زاد كي تشد واحد ولا يتمس واحد تعملوا احتجاج وتقفوا ضد الاجراء مش تاخذ ضده. الاجابه بعد الاخبار كنت تسمح هكا خم الاجابه جايين في الكابوتشينو. ديوانا والنقابي حاتم هلال ضيفنا في الانترفيو دو جور. مرحبا بك مرة أخرى. نرجع لك توفيق العياشي السؤال بتاعك لا هو أي ميسيج أعطينا بسطة حول السؤال بسطة سريعة لأنه السيد العقيد في التشخيص موافق أنه هناك بؤر فساد وهناك مواد فساد في الديوانة من السكانير من التصريحات من المخازن وموافقنا ولكن يحكي على الأسماء وتحديد المسؤوليات ولكن أنا سألته أن النقابات تظهر وكأنها دافع على الفاسدين تظهر للرأي العام ربما نظرة مغلوطة. علاش؟ لأنه في قضايا معينة وقت اللي شدوا الناس معناها وتثبت عليهم شبهة تلقي الرشاوي ومساعدة كبار المهربين تقوم احتجاجات في النقابات كما صار في مستودع الفوشيك متاع صفاقس عام 2015 كي تشدوا بعض الأعوان قامت النقابات وقومت الدنيا وقالت لي هذوك ما راهو الحلقة الأضعف وما مش متورطين. هذا هو سؤال للسيد العقيد. تفضل سيد العقيد. هو نقابة الديوانة عمرها ما دافعت على الفساد وعمرها ما حطت يدها في الفساد وإنما وجهته الاتهام لأنه أضر بالإدارة العامة للديوانة وبالديوانية. في لافير بتاع الفوشيك علاش نقولوا راهو قلنا صحيح احتجاني لأن شفنا رتب بسيطة تحملت أخطاء وتحملت هي مش أخطاء
مش اختار تحملت إجراءات وتحملت أفعال أو عادات عملية سابقة تحملوها ناس أنا نعتبر أنهم ما همش هم المسؤولين الأساسيين. موزوا في ديهم ساعات ما تعرفها في تونس شكون زواف يتحمل مسؤوليته بالضبط. وهذيك علاش نحن نقولوا لا لابد من الاصلاح باش فهمتوا لا راهو الاضعف ما يتحملش باش ما نقولوش فيد باش يكون زوا بشكل هذاك ما يزويش في فيد حد شيء. الاصلاح هو يؤدي انه هذاك يكون محمي وما ينجمش فهمتوا لا انك انت تركب عليه كل شيء قضيه كامله فوشيك هل هي كان هذيك الفوشيك هل ما كانش قبلها هل ما كانش تجاره ما يلزمك تفوشك جماعه باش الفوشيك يقف تفوشك من تجي للاصغر للاضعف الحلقه الضعيفه النهائيه كل شيء صح صحيح. فانت فهمت لي هنا باش تصلحها هذا الاصلاح انما هو تكريس الممارسات القديمه هذه هي نحب نضربه نحن نحب ضرب الممارسات القديمه ضرب الاليات والوسائل القديمه للفساد والافساد عبر الشبكات الحقيقيه مش عبر الحمد لله العون البسيط في اخر سيد العقيد سؤال مباشر وواضح انتم في النقابه متاكدين اللي فما اعوان وموظفين متورطين مع كبار المهربين اللي مجدودين توا الموقفين توا العشره عاينتوا يعني احنا متاكدين كل الناس متاكده يعني هذا خبر عام يعني لا نقاش فيه ما نقشوشه لكن علاش ما هيش ظاهره الاسماء علاش ما هيش هي يعني علاش ما فماش ملفات حقيقيه راني شفت ملفات احاله نتاع سي شوق الطبيب اللي قال فيها 30 و25 عون راهي احالات والله العظيم لا ترتقي ان لو اني ما جبتهاش سي لازر راني وريتها له لا ترتقي ان تولي ملف فهمت لا ملف فساد راهي شبهات يعني سي لازر يعرف فلان وفلان يعرف فلان شنو هي الواحد ماهيش قضيه مثلا هذا كما قال سي واحد هاي نشوف فلوس ايش عندنا سيدي املاك يا سيدي حل 7000 ديوان يحل املاك قابلين احنا حل املاك اذا كان عندك هذه يعني توصلك الشبهه الحقيقيه ما عادش تخليك تمارس شبهات غير حقيقيه توجهها في غير مجالها انك انت تخرج 17 في حاله الحاله الاخيره نتاع البارح وتجي تشوف انه ماشي هي ان مش ما تقنعناش ما تقنعش الديوانيه في حاله فهمت في حاله حيره ارباك في حاله حيره وارباك بطريقه تعامل السيد يوسف شاهد مع سلك وطني وبالطريقه هذيك اللي خلاه فهمت الله في مشهد سيء جدا وهذا راهو لابد من انه السياسي يعطي قدر المؤسسات هذا لا يعني انه بالضبط سيد العقيد بنحب نتفاعل يعني والله انت من قبيله حكيت حكايات فهمت الله على القاء وما القاء وما القاء فما القى شيء ما قى شيء هو ما فما شيء حرقوه اللي القى حرقوه فما شيء حرقوه يعني حتى كي ذكر الفاتورات يعني الفاتورات في الواقع الفاتورات هذه قضيه كبيره احنا لو انه سي لازر يمشي يقول مثلا احنا عندنا توازن تجاري يعني توازن تجاري مع البلدان كتركيا والصين تيجي كان يقارنها بضرب الفاتورات تول تكبر ياسر عليه الموازنات هذه الماليه ويبان الاختلال التوازن بالنسبه للصين وكذا لان الفاتورات ماهيش صحيحه فبالتالي فهمت وحتى الاموال يعني ما فماش عجز في الميزان التجاري عجز كبير يعني مش وصير. فقط عجز المصرح به فما عجز اكبر لانه انا متبع موضوع الديوانه والاستيراد بدقه ساعات مرضيه بالنسبه لي شوف ثم حكايه مثلا قصه بعض الغلال وبعض السلع اللي تتشرى من برا مثلا لليبيا باسم ليبيا ما ثماش اعتماد بنكي واخراج عمله بالاسباس وتدخل هنا على اساس ماشي غادي ما عندنا بها حتى علاقه وعلى اساس يتم مرافقتها تنحى البلومباج تشميع تنحى وعلى اساس يتم مرافقتها هذه نورمال مول كمينات يخدموا وش وفر عندهم الجريري وكان ضرب اللي لباتوا ويحطوا كان في زواره ولا في الزاويه يهبطوا في نعسان ويهبطوا في الجم تحت انظار الدوله ممثلة يسك الديوان وتمشي ذوراق الفواتير والأوراق تطبع في
في راس الجدير ولا في معبر من المعابر وتجي، وغدوة السلعة تلقى التفاح هذا كبير وبيعوا فيه 6000 في تونس، اللي هو كلفته نورمالمون كلفته يتباع في تونس نورمالمون ب 18%، ويفرض عليك واحتكار وما عندك وين تمشي وغيرها 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 وغيرها. هو مش هذية كان جيت تشوف انه لو اني نعمل منظومة آلية راني نحل هالمشكلة هذية، علاش ما نعملش منظومة؟ لا لا خليني منظومة يا رجل، علاش خلينا واحنا ودي الاشخاص الاشخاص التوانسة اللي جاهد في وطنه بالطريقة هذية علاش علاش خلينا علاش مخلينا احنا الثغرة هذه؟ علاش مخلينا تعرف هكذا؟ ما تعرفهاش الدولة، ما تعرفهاش الناس، ما تعرفهاش. انت تتصور بالقوانين نحمو اذا ما اصلحناش العنصر البشري وخوفناه؟ لا، العنصر الآلي، العنصر الآلي يخلي التدخل البشري اقل. هو قال رئيس الحكومة مش نضع مش نعمل في اربع شهور، انا نتحداك في اربع شهور ينجم يحط نظام آلي جديد. روبو سويسري ياخذ رشوة. علاش ما ينجمش يحط في اربع شهور انك تنقل منظومة كاملة تسند الى منظومة جديدة في مدة اربع شهور؟ تقنيا غير وارد. انا نحس انه فما سيستم سنده فما حاجه هو ثم حوايج انا اقترحتهم في حكومه حبيب الصيد. ثم البريد ريفيرونس والتاكس هكا ولا جي ثم مواد. هو عمليه الاحتكار والعائلات والقروش والحيتان توا انت ثم مواد وكان تعمل الحكمه ما تنجمش تستوردها وما تبيعلكش، وثم ناس يبيعوا فيها من السبعينات من الثمانينات من التسعينات وكان تعمل الحكمه ما يجيبوا كانهم. يا خويا وسع انت قاعدة لي زاغريمون، وسع قاعدة لي زاغريمون. واثنين ال 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 التاكس والبريد ريفيرونس، طيح في البريد ريفيرونس. انت مثلا عندك مادة فيها 5 ملايين وحدة ريال تخلص على 300,000 وحدة، انت ما تخلصش عليهم، وحط لها تاكس مثلا ب 13 دينار، طيح على 3000 وخلص على 5 ملايين وحدة. شفت كيف الممارسة؟ هنا انا اقترحته على الحكومه، اقترحته على حبيب الصيد وفرح، وبعد ما تنفذش ما يتنفذش لانه ثم ناس عندها مصلحه ما تسمحش. طبعا ليه تبقى دينونس لي جون قولوا راهم ثم ناس فاسدين. طبعا لكن هذا في السياسي العام. طبعا انت كي توصل رئيس حكومه انه ما ينجمش او ما يعملش التغييرات هذه الا بد منها، انت تطرحها وغيرك يطرحها، وهي الحلول الاساسيه في تبديل القوانين، في تبديل التاكس، في منظومات هذه ما تتعملش. يعني من يحكم؟ الاراده وين؟ هل هي في السياسي عند السياسي؟ والسياسي وين؟ السياسي هو عرضاته الدوله العميقه ما عادش تحب تخليه، ولا استاذ البيت نفسه وكليت. اللي يحرق مخزن صحيح. واللي ما يصدرش حكم في الائتمان، واللي فهمت يقولوا له برا جيبوا يقولوا رانا جايين كهرب، هذا 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 اللي والحراك الاجتماعي اللي يتوجه للديوانة ويحرق مراكز الديوانة ويحرق فنتر الواحد. هل طبعًا. الحراك الاجتماعي طالب بالتشغيل وراه يحرق الديوان وراه من وراء وراه سياسي وراه سياسي. سيد العقيد، سيد العقيد سؤال واضح، هل تخيلون انتم في سلك الديوانة اصلاح ذاتي داخل القطاع من ولاده أم إصلاح سياسي من خارج القطاع ويسقط عليكم؟ معناتها أنتم شنو باش تختاروا؟ شنو المنهجية نتاعكم اليوم؟ راهو تمت، احنا كنقابة كنا طالبين لليوم للغدوة يجوا نحلوا المسألة مع بعضنا ومع الإدارة ومع وزارة المالية وسلطة الإشراف، هيا نتحدثوا نحطوا النقاط على الحروف ونتناقشوا فيه قدامنا. لو انا كنت حاضر في النقله هذه وقالوا لي جابت لي الاداره قالت ها وبيه وباه وبيه والناس هذه عملت وعملت وعملت، انا كنجي اليوم نقول راي الاداره ماخذ الطريق الصحيح، راه فهمت لا يوسف الشاهد ماخذ الطريق الصحيح واللي سلم راهم هم بهم وعليهم، لاني عندي ملفات وعندي حقائق. اليوم ما عنديش حد شيء. الاصلاح راهو قامت به الامم المتحده، قامت به المنظمة العالمية للديوانة، لورغانيزاسيون مونديال دو كوميرس، قامت به فهمت منظومات أخرى دولية وخبراء دوليين جوا هنا لتونس، ومن ضمنهم أول مرة يجي سكرتير جنرال دو لوم دي يجي لتونس في الإصلاح هذا. والإصلاح هذا يكتمل وهو موجود عند سيد يوسف الشاهد مكتمل بخبرات كبيرة ياسر، ولكنه حتى تمويل البنك الدولي أعطى تمويل لهالإصلاحات هذه يمتد حتى 2020، لم نرى لليوم جزء من الإصلاحات هذه ولا حتى التمويلات هذه وين مشت. وهل هل المنظومة هي إعادة هيكلة الديوانة كاملة اللي هي موجودة عند يوسف الشاهد وتمويلها موجود والرغبة حتى شو اللي يمنعه اليوم؟
سؤال لي حير، سؤال لي حير، انا ما نجمش نجاوب. سي نزار يجاوب خير مني في المسألة دي. علاش معطلة؟ مانيش حكومة. ما الايام نعطيك الاصلاحات. قل رؤيتك للوراء. هو يقول لك شوف، هو هو نجم يقول لك اصلاحات كبرى. انا الاصلاحات حتى ذي حسين البريكي شفتوه تحدث عن الاصلاحات ولا به نقول برا. اللي يتحدث عن الاصلاحات تقال برا. علاش؟ شيء حير والله. هاو هاو نعطيك تنجم تكون وجهة نظر. يقول لك الإصلاحات بشنو تبدأ؟ الإصلاحات صحيح فما منهجية كاملة وفما منظومة كاملة لازم تتبدل، ولكن المنظومة هذه إذا كان بقاو فما ناس معينين داخل الجسم الديواني ومعروف عليهم بالفساد وكذا باش يعطلوا هذه المنظومة، وحتى عملية الرقمنة هذه ما تنجحش، وأي عملية إصلاح مفروضة لن تنجح ومش تحطل عصاف العجلة، لأن الناس هذه تعرف الماكينة وتعرف ماكينة كيفاش تخدم الديوانة وكيفاش يخدم البرت وكيفاش يخدم المطار، وفما آليات ونعرفوا كيفاش تم العملية. ولذلك تقول لي أنت، أنا أقول بالعكس، على السياسي يحمي المهرب ويحمي رجل المال فست، وهذا هذا الاصل. الاصلاحات لا يمنعها في انت من تحكي عنها ما ينجموش ما يقدروش. وتبقي عندك ملفات لعل فما ملفات ما هك اسمعني باش نقولوا في المطلق لعل وكذا والله اذا كان هذا اللي شادوا انت اليوم بقانون في ثلاث طوارئ حاطوا انت في الحبس. سي الازهر يقول راه يعطي النايب الفلاني والنايب الفلاني وكذا سيارات وفلوس. هاي المنظومه هاي مكبله بعضها واضحه قدامنا. الدوله العميقه الدوله العميقه رجال سي الازهر يحارب فيها، مش اللي عملوها في 2012 وجابوها. وانا عارف لقي انت مشكله كبيره في الحرب هذه، ومش قاعده تمشي تحسها، مش قاعده تمشي كما تحب. انا نعرف انه الفساد عنده منظوماته وعنده جهازه المناعي صحيح. وعنده تشبيكه الأفقي، وأنه مش سهل مش ها ها حطها مش بيهم كان ذوكم ها حط في الحرب. لا لا، هذوم بش يدافعوا على رواحهم وبش يخبشوا، وإذا لزم في وقت من الأوقات معناها بش يمارسوا البلطجة ويحقوا. لكن أنا أقول أوهن من بيت العنكبوت عندما تتوفر الإرادة السياسية. بارك الله فيك، وهذا صحيح. سؤال أخير. نعم. من أحرق المستودع في ميناء رادس؟ أولا راهو اسمع مجازان قال راهو راهو ملكية خاصة، راهو ملكية خاصة، راهو فما أنا نقول رد بالكم منها الحوايج هذي. لا لا ملكية خاصة، لأن تخلق شبهات. سيد العقيد هو امتداد، ما نعرفش شكون اللي صرح شكون الشبهات. أما حتى نعطوا الصحيح، هذه مجازان قال راهي مؤسسة خاصة يملكها أجنبي، يعني راهو الاشياء اللي فيها هو المسؤول عليها، راهو معناها ما وقعش في البرد، راهو مش معناها راهي مؤسسه خاصه. لا لا لا، البحث في مسؤول خاص في الديوانه سيد العقيد يقول انه المخزن هذا صحيح ملكيه خاصه ولكن فيه امتداد لمستودعات الديوانه. هذا يسمعك البارح مسؤول. هو راهو شنو هي منظومه المنظومه؟ هي في بضايع، بضايع مخليها بضايع مخليها يستنى باش يدخلها لتونس هو. لا هي ولا راجع المخزن كان معناها هي امتداد للبرد، يعني احنا كل برد يبدا واحد خلقنا لمخزن كان. المخزن كان منظومه، هي منظومه دي مخزن باش فهمت لله سلع ما تكثرش في البرد. ايوه معناها تبع البرد، فما واحد اجنبي تبع البرد. هي المؤسسه تاع اجنبي دي السلعه تاع شكون؟ سلعة بتاع البرد متعددة. متعددة ماشية إلى الكثير من الناس، عندها برشا مأمنة ولا مش مأمنة؟ هو يؤمنها، هي مأمنة. نحكي لك لا، هو مطالب تأمينها، هو كان لهم مستودع. لا لا مشتري لنا هو المستودع نتاعه، هو الذي يؤمن قانونا. وين مأمن؟ هو عنده هو لا لا مأمن في المؤسسات التأمين التونسية. لا عند المؤسسة، عند المؤسسة هي مخزن كان. شكون يعوض لهم الناس تحرقت سلعتهم؟ هو وهو منين يجيب؟ بالتأمين اللي عامله هو في فرنسا ولا في بلجيكا ولا هنا. التأمين اللي عامله على البضاعة، هو يؤمن البضاعة ذيك عنده، هي تحت القيد الديواني. ايش معنى تحت القيد الديواني؟ يعني ما تخرج وما تدخل إلا بضرورات، فهمت لله أين متوجه السلعة ذيك وفق أي نظام. هذيك هي ايش معنى تحت القيد الديواني. أما هي كمؤسسة كشركة، هي شركة راهي سي حاتم قديش تتقدر تقريبا الأضرار اوليا معناها انطباع؟ والله هو انا حسب ما سمعت هو فرنسي الجنسيه المدير العام، وما فماش حاجه معناها كبيره. مليارات ولا اقل؟ لكن اقل اقل اقل، ولكنها راهي سلعه مختلفه ذات طباعه مختلفه. المخزن ذي نجم فيها عساس مداوم في وسطها ولا كيفاش؟
هو يؤمن العسل نتاع السلعه ويؤمن كل شيء ويخلص عليه ويخلص عليه يؤمن. ثم راجل قاعد غادي في الباب ولا لا بده وفما كاميرات وفما كذا راهي مش لعبه راهي سلعه نتاع ناس هذيك هو يؤمن ويخلص عليها بيبان حديد طبعا بيبان حديد وبيبان وفما شبابيك وعندها اطار معين باش تاخذ رخصه العمل يعني راهو يعني انا نقول رجال انه تحرقت مخازن من النوع هذا بالتحديد سابقا قالوا مع زيارة حبيب السيد وقعت تقع معناها ديما تقع ولكن ها هو سيدي علاش احنا ما فما بحث ما فما امن فهمت الله باش نشوف هذا ونشوفوا فهمت الله الحقيقة هو يقول لك كوب سيركوي هو نفسه يعني على كل حال كوب سيركوي رد بالك رد بالكم برك أزمة قلبية رد بالكم يهزوكم الحاجة مش باهية ثم مثل أمريكي ديما زين كان راهو موجودين بكثرة وراهي ثم مثل أمريكي ثم مثل أمريكي يعجبني ياسر يقول كل مربع لا تقال فيه الحقيقة تملأه الإشاعة صحيح أنا هذاك علاش علاش بعد مش الحكومة ما تخرج وتقولنا أخويا راه حرق بيد قلت تمسكرة قلت تمسكرة بس هذا العقيد أنا أعطيتك فهمت الله رأي من الآراء يا سيدي شنو الآراء الأخرى البحث حينما يكتمل البحث مرة يجوا يقولوا لنا راهو هذا تم بفعله فعل مرة ما سمعناش احنا عمر ما سمعنا لا فعل فعل ولا بحد شيء على كل حال انا نقول رد بالنا نمشوا في المتاهات هذه لانها يمكن تهزنا بعد زياره يوسف الشاهد بالضبط وهي ربط باليوسف الشاهد وكذا وفي زياره حبيب السيد وعدم فهم عدم فهم ما هي منظومه المجازان كان مساحات التسريح الديواني فما ناس قالوا مساحات التصريح الديواني فما ناس قالوا لعل فيها ملفات ديوانية تحرق انت ما جاوبتش على السؤال الاول هل هو عارف مش ناس مش فاهمة حتى ايش معناها سرعة نتاع الديوانة فيها لا مش نتاع الديوانة نتاع اصحابها شنو اخت معك سيد عقيل تحت القيد ما هي تحت اصحابها سيد العقيل صحيح واحنا هذه راني نحير انا علاش راهو يلزمنا زاد ثقافة الكوميرسيال احنا الدولة فهمتوا ليها دولة رأسمالية ونحبوا كذا وما نفهموش معناها مخازن كال وش معناها كذا راهي حاجة مش باهية وخاصة توصل للمواطن التونسي وما عندوش هالثقافة هذه راهي تدخلوا بالبلد كبير واضح سؤال اخي هل هو معناتها حريق مشبوه حسب رأيك؟ انت حريق مشبوه ولا حريق عادي؟ انا انا كواحد انا انتظر تقرير الذي فهمت الله الامنيين أنا من نقول هذا ذو مس في خيط ذو شالت الناس لا لا إذا كان فهمت الأمنيين زاد فاهم إيش كان والله يا كل حال تلقى الإلكتريسيان مش ما يعرفش معناتها مجازان شوية شكرا لك سيد العقيد حاتم هلال الديواني والنقابي في الديوانة شكرا لك نهار الاثنين نتقابلوا في موعد جديد في كابوتشينو نقول لكم بو ويكاند شاي طيب الناس الكل شاي طيب الناس الكل سي توفيق سي الأزهر سي كيف سي حاتم اهلا وسهلا مرحبا بسلامة طيبة وبركة الله فيك كاب اف ام الكلمة ليك